ما حكم من يربي الناشئة على الأناشيد الإسلامية ويحثهم على الاستماع إليها ويقول بأنها أحسن من الأغاني، وما حكم هذه الأناشيد والقول الفصل فيها؟ الأناشيد من الأغاني، ليست، ما يقال إنها أحسن من الأغاني، بل هي من الأغاني، لأنها ترانيم وتنغيم وصوت جماعي وطرب. وما تعبدنا بالأناشيد، تعبدنا بذكر الله عز وجل بتلاوة القرآن، ما تعبدنا بالأناشيد. هذا عند الصوفية، الصوفية هم اللي تقربون إلى الله بالأناشيد، أما أهل السنة تقربون إلى الله بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والتكبير وطلب العلم.